السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء في المحاضرة الرابعة من المحاضرات سلسلة المحاضرات اللي بدأناها في برنامج الماتلاب. وفي هذه المحاضرة راح نطلع على دالة. هذه الدالة هي البلوت فانكشن. شنو دالة البلوت؟ البلوت معناها هي دالة الرسم. شنو فائدته؟ اكيد اي دالة احنا بنكتبها معادلة رياضية نحتاج انه نطلع الرسم مالتها البياني. انا بدي نشوف هذا الرسم البياني ايش راح يسوي لنا، وشنو الطريقة اللي تمشي بيها هذه الدالة. ايش نحتاج؟ نحتاج انها دالة يسمونها دالة البلوت. هذه الدالة راح نستخدمها كل ما نستخدم برنامج، اي كود برمجي نكتبه راح نستخدم دالة البلوت. طبعا نقدر نرسم بها 2 دايمنشنال وعندنا 3 دايمنشنال. شنو 2 دايمنشنال؟ يعني ثنائي الابعاد، و 3 دايمنشنال ثلاثي الابعاد. راح تقول استاذ شلون راح نطبقها؟ قدامكم الصفحه هذه، امامكم الصفحه الثانيه. 2 دايمنشنال راح ناخذ، شلون راح نبلش؟ يقول سبوز راح نقترح وي وونت تو جراف فانكشن واي يساوي لنا 5 اكس اس 3. واذا كانت عندنا الاكس هي الدومين مال الاكس هي من الناقص واحد الى الواحد. يعني السؤال راح يجينا بهالطريقة هذه، نقول فانكشن مالتنا هي عبارة عن واي يساوي لنا 5 اكس اس 3 والدومين مالتها من ناقص واحد الى واحد. شلون راح نحلها؟ راح نجي نقول الاكس اول ما اول خطوه لازم نعرف الاكس. احنا قبل ما نبدي بكل شيء لازم شو نسوي؟ لازم نعرف الاكس، لان هي الاكس هي حل المعادله. لازم نعرف الاكس نعطيها قيمه على مود نوجد حل المعادله. راح نعرف نقول اكس هي عباره عن قيم تبدي من الناقص واحد وتنتهي بالواحد، هذا اللي يريده. زين مقدار الزياده ايش قد ما بين الناقص واحد للواحد؟ مو واحد، فما راح يطلع لنا رسم. راح نعطيه مقدار الزيادة هو عبارة عن بوينت واحد، يعني نقول ناقص واحد نقطتين شارحة إلى مقدار الزيادة بوينت واحد، والدور نقطتين شارحة ونقول له واحد. يعني معناها إكس راح تحدد من ناقص واحد لواحد وتبدأ تزداد نقطة بنقطة بالبوينت واحد، يعني عشر الواحد. زين وراها عرفنا الإكس يبدأ قيمة الواي. الواي شلون نكتبها بالماتلاب؟ نكتبها بهالطريقة هذه، y يساوي 5 في x دوت اس 3، تمام؟ أو هاي الدوت تقدرون توخروها تخلون رأس الأس 3 ويطبق. قلنا بلوت x فاصلة y، مباشرة برنامج راح يعرف يرسم لنا يطلع لنا هذه النافذة أمامنا ويطلع لنا قيمة الرسم مالتنا بهالشكل هذا. تشوفون هذا موجود أمامكم، راح يطلع لنا إياها من ناقص واحد إلى الواحد قيمة الإكس، وقيمة الواي من ناقص 5 إلى 5. يعني لما راح نطبقها هنا راح يصير ناقص 5، لأن ناقص واحد تبدي ويبدي يزداد بمقدار بوينت واحد، تمام؟ أعتقد واضح هذا المثال. طبق انت، خلي الدوت مره ومره لا تخلي الدوت، شوف شنو الفرق عندك. بسيط، اكيد جدا بسيط. احنا نبدا بالبساطه وننتقل للصعوبه. هذين ادواتنا المحاضره القادمه، سنعمل المحاضره القادمه نبدا نستخدم اف الشرطيه. ندخل الاف الشرطيه هم محاضره واحده، المحاضره اللي بعدها ناخذ فور لوب. من بعد ما ندخل للفور لوب هذه المحاضرتين وراها نبدي نطلع بس اكزامبلات امثله. نبدي يعني نخلص المنهج مالتنا نبدي ندخل امثله صعبه، نبدي ندخل امثله صعبه، تمام؟ برمجه صعبه. نيجي للبلوت، راح ناخذ قبل البلوت مالتنا احنا يعني بنتعلم انه شلون نبدي الدور نتفنن بالرسم مالتنا. نبدي نتفنن بالرسم مالتنا، شلون نتفنن بالرسم مالتنا؟ نتفنن انه نريد نخلي لون، نريد نخلي كتابه توضيحيه، نريد نخلي نوع الخط يختلف. ف
فنحتاج إلى نتعلم على السمبل مالتنا. شلون نتعلم على السمبل مالتنا؟ يقول يابا إذا نريد نرسم باللون البلو الأزرق هنقول له حرف البي، وإذا نقول له الأخضر نقول له جرين، وإذا الآر ريد، والسايان والميجانتا إلى آخره، اليلو البلاك الوايت هاي الكولر. زين إذا نريد لا رسوم ايش نحتاج؟ أريد أخلي مثلا علامة الزائد تصير ويا الخط، أريد أخلي علامة النقطة ويا الخط، أريد أخلي علامة ستار، أريد أخلي علامة سكوير، أريد أخلي هذه العلامات اللي أمامكم، تمام؟ سيركل دائرة إلى آخره، كل هذول سمبل العلامات الخاصة، الماركت الخاص. إذا أريد لون غامق أو إذا أريد منقط، إذا أريد دبل داش لاين، إيش نستخدم؟ نستخدم هذني السامبلز. شلون راح نطبقهم؟ بالمثال الجاي نقدر نطبق ونعرف شلون راح نستفاد من ذني اللي عرضناه. هذا المثال أمامكم، أريد نضيف عنوان تايتل عام، وأريد نضيف اكس ليبل، يعني نضيف للليبلات الاكس اكسس والواي اكسس، أريد نضيف لها عنوان، وبالإضافة إلى عنوان تايتل عام. شلون راح نبدأ نضيفه؟ وبالإضافة نستخدم ذني الألوان والدوائر والخط المنقط بهذا الشكل. لان عبارة عن موجة ساين وكوساين. شلون راح نقدر نكتب؟ نقول قيمة الاكس بهذا المثال هي، ركزوا يا هذا المثال جدا مهم، قيمة الاكس هي من الناقص باي تنتهي بالباي، ومقدار الزيادة ما بين الباي ناقص باي والباي يعني الباي انفينيتي 180 المقصود من عندها 180 الى 180 ناقص 180 على 180، ومقدار الزيادة 180 على 20 يعني 90. هتجي تلاحظ هنا على 90. شلون راح نبدي يعني الزاوية مالتها مقدار الزيادة باي على 20. نجي أول دالة عندنا يا هي أول رسمة نريد نرسمها، نريد نرسم الساين، والرسمة الثانية شو نريد نرسم؟ نرسم الكوساين. المهم طبعا اكيد اوف الاكس، ساين اوف الاكس، كوساين اوف الاكس. اقدر ارسمها شلون؟ راح ابدا ارسمها، اقول له بلوت الداله، طبعا هنا الاف شو تمثل لي؟ تمثل لي قيمه الواي، يعني قيمه الواي اكسس، والاكس شو تمثل لي؟ اللي هي ناقص باي للباي، تمثل لي قيمه الاكس اكسس، تمام؟ فبلوت نقول له اكس للواي، يعني اول شيء نعطيه قيمه الاكس ومن ثم قيمه الواي، نقول له اكس للاف 1 يبدي يرسمها. اريد يرسمها بيا لون على اعتبار هي الساين، وانا موجود الساين، هذا موجود الساين، لو هذه موجود الساين، موجود الساين من تبدي نعم حسنا. نجي موجود الساين، اول خطوه الاف 1 هي موجود الساين، هذه ياها اللي راح نبديها باللون الريد الاحمر، هذه موجود ساين اماكم كامله، نعطيها باللون الاحمر ريد، والربط ما بيناتهم هي عبارة عن خط باللون الأحمر، وأضيف بدال اللون شنو؟ دائرة سيركل. شوف قلت له ناقص وآر، راح يفتهمها طبعا بين سنجل كوتا، بين من؟ بين سنجل كوتا، والفاصلة ما بين وحدة ووحدة شو خلي؟ فارزة، وضحت؟ كوما، نخلي كوما، يجي سنجل كوتا هنا كوما. زين، بدنا نرسم الدالة الثانية، نقول له إكس. يعني قيمة الاكس نطي، وقيمة الواي اللي هي اف 2 اللي هي الكوساين، ونقول له حط لي اياها ناقص نقطة. شو راح يسوي لي؟ راح يسوي ناقص نقطة، ارسم ناقص نقطة بكل خطوة، واللون مالتها بلو، واللون مالتها شو يصير؟ بلو. سد القوس وانزل، شرد اطي؟ اطي عد عنوان للاكس اكسل، للاكس اكسس العفو، وللواي اكسس. شلون اضيف الاكس اكسس والواي اكسس؟ قل له اكس ليبل هو بين قوسين، تبي ليش راح يسوي لي؟ قلت له اكس ليبل، كنا نعطيه عنوان، هنا خلي بي سنجل كوت يعرف انه هذا شنو؟ يعرف انه هذا عنوان راح اكتبه. اكتب له مثلا فيريبل اكس او الاكس اكسس، واي ليبل اكتب له شو اريد اكتب به؟ الاكس اكسس قيمته، هنا اكتب له مثلا فانكشن ساين اكس اند الكوساين، او شو اقدر اكتب له بالليبل؟ اقدر اكتب له لا الواي اكسس
الفاكشن الاولى اللي هي الاف 1 تساوي ساين وكوساين او اقدر اللون الاحمر كذا. تايت العنوان، العنوان مالتنا راح اسميه اكزامبل، مثال تقدر تسميه تقول الدال الرئيسية اللي هي ساين مثلا كوساين، موجة ساين او فاكشن ساين كوساين اللي هنا مكان هذا الاكزامبل. والليجند اللي هو لازم اطيف الليجند للموضوع انه اوضح له شنو ذن الالوان، اكتب له بين قوسين ساين بارزة قوسين كوساين بارزة 2، راح ياخذ هو شنو موجود هنا المرسوم، راح يجي دخله بهذه العلامة حتى المقابل يصير عنده استيضاح انه هذه موجة ساين وهذه موجة كوساين. واضح لهنا؟ اكو واحد عنده سؤال لحد الان على هذا الموضوع؟ اخذ استفساراتكم وقبل الفيديو دقائق نكمل المحاضرة. ما يفرق يا اياد بعد السالب او قبل السالب، جرب اثنيناتهم قبل السالب او بعد السالب، يعني بدل ما تبديها نقطة وتبدي نقطة وخط بداها خط ونقطة، يعني فد شيء كلش عادي. وضحت؟ ننتقل الى الـ 3 dimensional. عندنا 3 dimensional، عندنا اللاين وعندنا المش. شنو اللاين شنو المش؟ اللاين معناه خط، يعني خط نرسم بيه، والمش معناه شبكة. من اريد ارسم بشكل ثلاثي الابعاد، طول شوية استخدمنا 2 dimensional اللي هو ثنائي الابعاد، الان نريد نستخدم ثلاثي الابعاد مثل ما موضح امامكم بالصورة. هذه الصورة اللي امامكم هنا موضح بها انه قاعد استخدم شنو؟ قاعد استخدم الثلاثي الابعاد اكس اكسس واي اكسس زد اكسس. على مود ارسم ثلاثي الابعاد اخذ مثال، خلينا ناخذ مثال عملت لكم الابعاد. فرضا عندي تي، هذه التي هي مثل الاكس، يعني اقول التي هي عبارة عن من الصفر الى 10 في باي. ليش قد من الصفر الى 10 في باي؟ ومقدار الزيادة هي باي على 50. مقدار الزيادة هي قد؟ باي على 50. أبدأ بدي أرسم مباشرة. أقدر؟ نعم أقدر، ويحتاج أسوي تعريفات. أقدر أبدي مباشرة، أقول بلوت 3، طبعا البلوت تقدر تعطيه 1، بلوت 2، بلوت 3 إذا عندك أكثر من رسم. بس بلوت خالي هم يصير. تفتح قوس، أقول ساين أوف تي. سد القوس. اقول له الكوساين اوف التي والتي، هنا قلت له ساين اوف التي كوساين اوف التي تي. ايش راح ادمج؟ راح ادمجلي ما بين ثلاث رسمات، يعني ارسم لي قيمة التي وارسم لي قيمة الكوساين وارسم لي قيمة الساين. ما حددت كل واحدة وين البلوت مالتها، لا كلهن بلوت واحد. قلت له جريد اون، يعني افتح لي الشبكة اشوف تقسيم الشبكة مخطط يعني تخطيط. وقلت له اكسس سكوير، يعني الرسم مالتي بشكل مكعب. تلاحظوا هذا بشكل مكعب. فطلع عندنا الرسم بهذه الكيفيه بشكل لونه، تشوفون هنا مثل السبرينج. الربط ما بين الرسوم كلها. طبعا متعاينه بشكل 2D يختلف عن متعاينه بشكل 3D. واضح؟ ما افتهمت شنو يعني الامر الاخير يختلف عن المثال الاول. استخسر هاشم، ما قاعد افهم عليك الامر الاخير. ما فهمته. نجي للنقطة الثانية اللي هي المش. اي هنا انا ما استخدمت خلينا شرحت لك هناك شلون تستخدم ال تستخدم هنا التايتل والليبل والليجن، لكن هنا اللي استخدمنا 3D. قلت له جريد اون، طبعا اقدر اطي اكس اكسس واطي واي اكسس وزد اكسس، اطي كل واحده اطي الرسم التوضيح مالتها، او اقدر هنا اضيف المير كوساين فارزه اضيف التوضيح مالتها بين سنجل كوتيشن، واضيف توضيح على الطيلون حتى اميز بالرسم يا وين الرسمه مالتها.
ما انا قلت لك جريد اون واكس سكوير، اكس سكوير عمود بشكل مربع. بالتنفيذ تنفذ وانت تفتهمون من تنفذ بالبرنامج تفتهم اللي اقصده. نجي للنقطة الثانية اللي المش اند سيرفيس بلوت. المش اند سيرفيس بلوت شلون راح نبدي نرسم الاسطح او الشبكة، رسم الشبكة او الاسطح. طبعا لازم عندنا اكس واي بلين وعندنا اكيد وياهم زد اكسس. شنو الفائدة من عدة على مود اعطي قيمة الاكس واعطي قيمة الواي واعطي قيمة الزد؟ يعني 3 دايمنشنال اعطي لها كل واحد قيمته على مود ارسم لي اياها بشكل ثلاثي الابعاد. نجي اول خطوة، طبعا دالة المش جريد هي دالة موجودة متعرفة داخل برنامج الماتلاب. افتح قوس، طبعا الاستخدام مالتها بهالطريقة هذه، يعني بغير طريقة ما يسوي لك اياها، لازم هذه الطريقة تكتبها. القيم متغيرة لكن الرسم بهذه الطريقة. مش قد اعطيه قيمة الاكس واعطيه قيمة واي بين هذا الاقواس، وليس القوس الدائري، مو مثل هذا القوس، تلاحظون؟ هذا القوس يختلف عن هذا القوس. قوس المجموعة اعطيه مال المصفوفة، اعطيته اياه وقلت له مش جريد، فتحت قوس قلت له ناقص 2 الى 2 ومقدار الزيادة من بوينت 2، ناقص 2 الى 2 ومقدار الزيادة بوينت 2. الار اللي هي قيمة الزت راح احطها هي، اقل الار اللي هي عبارة عن سكارت جذر يعني اكس زائد الواي دوت اس 2. من اعطيته هذه القيمة راح اقل له زت يساوي هو كوساين الار، وضحت الفكرة؟ قلت له كوساين الار. والدور ايش راح اقل له؟ اقل له مش، يعني من قلت له مش يعني معناها رسم شبكة تحت القيمة تعطي قيمة تكون x y و z. من اقول لك ليش اقول لك x y z لازم ادي محضر ثلاث قيم وثلاثة معرفين بهذه الترتيب، يا الله يتقبلها ويطلع لي الرسم بهذا الشكل. اعتقد واضح هذا المثال. انتقل للصفحة اللي بعدها. طبعا عندنا رسومات لل 3 دايمنشنال، عندنا مجموعة رسومات مختلفة نقدر نستخدمها. عندكم قلنا شفتوا هذا البلوت 3 والمش والبي 3 والسورفيس والجرايفر والسكاتر، قلنا كل واحدة ذني دوالة، تلاحظون اسمها، شوفوا الاسماء مالتها، كل واحدة اسمها وياها اسم الدالة. تقدر تبحث عليها بالانترنت او تبحث عليها داخل الكتاب اللي اعطيتكم اياه حتى تعرف كل واحدة شلون آلية الكتابة مالتها. واضح طلاب؟ هذني أنواع الدوائر. احنا استعرضنا لكم البلوت 3 ودالة المش من مجموعة البلوت، بالإضافة إلى البلوت نفسه شرحت لكم إياه. تمام؟ يعني قلنا كل واحدة اسم دالة، كل واحدة قلنا هي اسم دالة. البلوت 3 معناها 3D، بلوت 3 معناها 3D. نحتاج ان نستخدم المعادلات الرياضيه سمبل ماث تول بوكس. انا ما ادري اتاخر عليكم، اعطيكم مجال، يعني ما ادري اقطع المحاضره، هي ما بقى بيها غير بس صفحتين، لان عندكم وقت ربع ساعه لاجابه الامتحان. امتحان مؤقت انه 4:30 يخلص الامتحان. حاليا بالاربعه مده الاجابه طبعا ربع ساعه محاوله واحده، يعني الطب هو ربع ساعه، شو كنا الطب هي ربع ساعه. 4:30 انتي نعم. ربع ساعة مدة الإجابة مالته، ربع ساعة كويز هذا الامتحان، مثل ما كوزتكم بالحضور يكوزكم طبعا بشكل صورة، يعني تكتب بالدفتر مو اختيارات، تقعد تحل الحل مالتك بالورقة وتطق له صورة وترفعه على المودل عن طريق السايت. تدخلون طلاب عن طريق السايت، المثال ما ياخذ عندكم يجوز دقيقتين، ما ياخذ عندكم كتاب، تطق له صورة وترفعه. هنكمل محاضرتنا حتى تلحقون، اعطيكم المجال الباقي للاجابه. على مود نستخدم القواعد البيانات سمبل تول بوكس ماث تول بوكس، عندنا الديفرنشن وعندنا الانتجريشن يعني المشتقات والتكاملات، ولنا الجبرا والسمبل ريليشن والترانسفير والاكويجن سولفنج والى اخره. هذني شلون راح نبدا نستخدمهم؟ الدوائر، لان الدوائر موجوده داخل الماتلاب. من هذه المثال مثلا عندنا اس واي ام اس، يعني متغير اسمه اكس. لاحظوا هنا متغير عندنا اسمه اكس، يعني ما له قيمه،
كل شيء اعرفه، اقول له اس واي ام اس سمبلز معناه، اقول له انه هذا عباره اكس عباره عن سمبل وليس رقم، يعني ما عنده رقم لها، اخليها كمعادله تبقى، حل معادلات يصلحوا لها. شلون نحل معادله بهذه الطريقه؟ لما كانت عندنا لها قيمه. قل له مثلا جي هي عباره عن اكس اس 3 زائد 6 اكس اس 2 زائد 11 اكس زائد 6. اذا طلع الفكتور مالتها بس اكتب لي الفكتور اوف جي راح يطلع لي الجواب مالته بهذه الطريقه هذه، اكس زائد 3 في اكس زائد 2 في اكس زائد 1. هذا الفكتور مالت من؟ مال هذه المعادله. تمام؟ اذا اريد الدفرنشال مالتها يعني الاشتقاق مالتها راح تكون 3 اكس اس 2 زائد 12 اكس زائد 11. تمام؟ الاعتبار 6 تروح وهذا الحل. اذا اريد الانتجريشن مالتها اللي هي التكامل مالتها بس اقول له انت اوف جي، طبعا انا لازم اعرفه قلنا هذا شنو التعريف فوق ثابت. انا اقول له انت اوف جي راح يصير الانسر مالتها بهذه الكيفيه. لأن واضحات اعتقد واضح كلش واضحات، لان حتى بالمحاضره شرحت لنا شنو نستخدمها. اريد نحل معادله، اريد حل المعادله هو ارجاع المعادله لاصلها. لو نجي نشوف حل المعادله اكس 2 زائد 4 اكس زائد 1، الحل مالتها راح يكون 3 اس 2 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 اس 2 ناقص 2. هذا الحل مال هذه المعادله. اذا اريد دي سولف مالتها اللي العكس مال هذه المعادله راح يكون بهالطريقه هذه. اذا عندنا سولف، داله السولف، وعندنا داله الدي سولف. تمام؟ بالمحاضرة القادمة طبعا هنا نخلص محاضرتنا، بالمحاضرة القادمة ناخذ دالة اف كونديشن اللي هي عبارة عن اف و الس اند الس اف. وهذه الطريقة فرضا عندنا الدالة اف اوف اكس عندنا عبارة عن قيمتين الها للاكس، اللي هي الاكس تربيع لازم الاكس اقل من 2 والاكس اس 3 هي الاكس اقل من 2. شلون راح نكتب هذه الدالة؟ نقدر نستخدمها باستخدام عبارة الاف اند الس اف لتطبيق حل المعادلة باستخدام برنامج الماتلاب. لهنا انتهت محاضرتنا، شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.